حول هذه التوترات وهذا التقرير تحديدا ورد السنوار على بايدن، ضغوطات أمريكا على مصر وقطر وتركيا. ورحب بضيفي عبر سكايب من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي. عبد الرحمن أهلا بك. أهلا بك دكتور أسامة وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني نبدأ من تقرير أكسيوس، هذا أيضا تقرير استخباراتي للضغط على مصر كما تناقشنا قبل ذلك عن تقرير CNN، أم أن لك رأي آخر؟ أنا ظني الشخصي أن التقرير الذي فيه رائحة الاستخباراتية هو تقرير وول ستريت جورنال، لأنه يتحدث عن وصول إلى تهديد كامل وشامل إلى حماس من قبل الوسطاء، وأنا ظني أنه يهدف إلى إحداث وقيعة كبيرة ما بين الوسطاء. ربما يكون هناك نوع من أنواع، يعني إنجاز التعبير، الضغط أو نوع من أنواع الإقناع، لأن كلمة ضغط تختلف عن كلمة إقناع بطبيعة الحال، لكن افترضنا أنه ضغط بمحاولة الإقناع. لا أظن الشخصي أن قطر أو مصر يعني سيصلان إلى مرحلة التهديد بإقصاء حماس بشكل كامل وشامل، لأن حسب السفارة القطرية والبيان الذي أصدرته سابقا التي قالت فيها أن استضافتها لحماس كان جاء بطلب أمريكي، ظني أنها لن تذهب إلى التهديد بهذا الأمر دون تنسيق كامل وشامل مع الأمريكيين، فضلا عن أنني لا أظن أن قطر التي استقبلت طالبان لفترة طويلة، وطالبان أيضا كانت يعني صاحبة موقف في التفاوض، موقف قوي في التفاوض حتى حصلت على استقلالها من الاحتلال الأمريكي أو إعادة استقلالها من الاحتلال الأمريكي، ظني شخصي أنها ليست يعني قطر دولة بهذا الضعف حتى تتماهى مع الرؤية الإسرائيلية أو تستجيب لفكرة الرغبة بالتهديد إلى هذا المستوى. كان هذا تقرير وول ستريت جورنال. التقرير أكسيوس ربما يكون فيه قدر من الصحة، لأنه لا يتحدث بنفس اللغة أو النبرة الموجودة في تقرير وول ستريت جورنال الذي يتحدث عن فكرة الطرد الشامل ومنع كل شيء. هو فيه تشابه مع أكسيوس، لكن أنا ظني الشخصي أن فكرة الضغط فيها قدر من النصيحة، فكرة الإقناع. يعني بعدما خرج بايدن بما أسماها مبادرة إسرائيلية، هي ليست المبادرة الإسرائيلية، هي فقط مبادرة إسرائيلية وليست الإسرائيلية، لا تمثل ولا تعبر عن أي إجماع إسرائيلي، هي تمثل جناح يؤيد فكرة التفاوض ويؤيد فكرة وضع إطلاق سراح الأسرى قبل استكمال الحرب بشكل شامل. بالطبع لا يوجد فيه تفاصيل، وهذا ما جعل حماس يعني تستقبله بإيجابية، لأن كان فيه نقاط كثيرة من المقترح الذي وافقت عليه قبل ذلك، ثم وكان هناك ترحيب قطري ومصري من هذا من هذه الموافقة قبل أن يتراجع الأمريكيين بتقرير CNN الاستخباراتي والإسرائيليين بتصريحات نتنياهو واليمين المتطرف معه في الكنيسة الإسرائيلي، وبالتالي حماس استقبلته بإيجابية. لكن الشيطان يخمن في التفاصيل، لا يمكن أن تعطيني عرضا بشأن قضية حساسة وكبرى مثل هذه دون أن يشملها التفاصيل. وبالتالي الحديث للضغط على الموافقة ربما على الموافقة من حيث المبدأ وليس الموافقة على مستوى التفاصيل، لذلك لا أؤيد ما جاء في التقريران أو ما جاء في التقريرين على هذا المستوى. لكن على مستوى أن هناك ضغوط من أجل الإقناع أو محاولة أن يكون هناك نوع من أنواع حلحلة الموقف، وأن يصل وانتصل حماس إلى مرحلة وسط ما بين الاتفاق الذي وافقت عليه سابقا والاتفاق الذي يعرضه بايدن حاليا، ربما يكون هذا هو الهدف القطري المصري، لكن لا يوجد تماهي بين. طب أنا يعني أريد أن أسألك كصحفي هنا، ما هو الهدف الصحفي لCNN وأكسيوس وول ستريت جورنال من نشر هذه الأخبار بالتزامن معا في أقل من 24 ساعة؟ كما قلت فيها قدر من الصحة، لكن عندما تنشر نصف الحقيقة بأن هناك ضغوط، كما قلت ضغوط من أجل الإقناع وليس من أجل التماهي الكامل أو ليس من أجل التخلي الكامل عن المبدأ الرئيسي لحماس في التفاوض، عندما ينشر يكون هناك جزء من الصحة يتم البناء على هذه الأمور بإضافة أشياء. يعني رويترز نشرت منذ يومين، ورويترز وكالة مرموقة محترمة، لكن كان تقريرا غريبا يتحدث عن فقدان حماس لقدراتها ويستند إلى بعض الأصوات المجهولة لشخص عادي في غزة وبعض الأمور التي ليس لها أي منطق عسكري ولا أي منطق لوجستي وليس لها لا تستند لأي إحصاءات ولا أي أرقام.
واتبنت هذه الفكره وان حماس تفقد قوتها العسكريه، وبالتالي التقرير فيه نوع من انواع التوجيه. يعني حينما تقول وهل حماس لم تخسر، حماس بالطبع خسرت مقاتلين، بالطبع خسرت بعض الانفاق، لكن حماس حينما تقول فقدت قدرتها العسكريه فانت تعني انها غير قادره على الاستمرار او المقاومه، وهذا ليس صحيح. طبعا عبد الرحمن، هناك نقطه هامه، تخسر عدد من اللوجستيات او عدد من الجنود. طيب. وبالتالي نعم هناك هدف جزء منه ايديولوجي، ربما مثل وول ستريت جورنال صحيفه يمينيه، يعني صحيفه يمينيه بلا خلاف على. طيب لذلك انا قلت اقلهم اكسيوس وربما اكثرهم احترافيه هي اكسيوس. سي ان ان لها توجهات، وانت ترى نبرتها حينما اراد أن بايدن بعد فترة من الحرب عندما وجد هذا الصلف من نتنياهو وهذا التطرف في التعامل مع المشهد دون أن يكون هناك حنكة في إخراج المشهد، رأينا أن سي إن إن، وأنا شاهدت هذا على التلفزيون وعلى موقعها، رأيناها تبدأ في إخراج تقارير وإخراج بعض الصور واستقبال بعض الضيوف الذين ينتقدون نتنياهو وينتقدون الرؤية الإسرائيلية في طريقة الحرب، رغم أن سي إن إن هي التي كان لها مراسلين يسيرون في الركب مع المتحدث العسكري ومع هيئة البث الإسرائيلية في مناطق الحرب دون أي اعتبار للمهنية. وبالتالي السي إن إن هي موجهة، لها علاقات بالسلطة بشكل ما على المستوى العالي في تلك القضايا الكبيرة. وول ستريت جورنال صحيفة يمينية، أكسيوس هي في المنتصف، يعني يجب أن تعرف من هو المحرر لأنها هي الأكثر كما قلت التي يعني حاولت أن تجد صيغة فيها التوازن أو استخدمت عبارات أو ألفاظ باللغة الإنجليزية مختلفة قليلا عن ما تستخدمه وول ستريت جورنال وسي إن إن. وبالتالي نعم هناك توجه بسبب تماهي مع السلطة أو السي إن إن ديمقراطية فهي تساند الديمقراطيين وتساند بايدن وتريده أن يستمر وتريده أن ينتصر دبلوماسيا في سياق رغبته في التطبيع مع السعودية كجائزة كبرى لحراكه الدبلوماسي بحيث يقلد ترامب فيما يتعلق باتفاقات إبراهام. وبالتالي الموقع 20 سبتمبر 2020 مع الإمارات والبحرين، وبالتالي نعم السي إن إن موجهة متماهية مع البيت الأبيض وول ستريت جورنال يمينية. طيب لما نتكلم عن فكرة تعاملهم مع يحيى السنوار بأنه هيخضع لضغط لما يجمدوا الحسابات بتاعت قيادات حماس في تركيا أو يقيدوا حركتهم أو قطر تطرد المكتب السياسي، يعني هل يتعامل الإعلام الأمريكي أو الإدارة الأمريكية على أنه قنوات الاتصال ما بين حماس في الداخل وحماس في الخارج، قطع القنوات الخارجية ده فعلا وسيلة ضغط قوية على حماس على كتاب القسام في الداخل؟ هكذا يروا؟ لا استخباراتيا هذا أمر خطر جدا عليهم، هم يريدون هذا التواصل لأن إذا اختفوا سيكون هناك صندوق أسود في غزة لا يمكن أن يستشف منه أي شيء، لا يمكن أن يستنتج منه أي شيء، ولن يكون هناك أي محاولة للتعقب ولن يكون هناك محاولة لرصد الاتصالات. وبالتالي لذلك الولايات المتحدة الأمريكية كدولة براغماتية، وهذا هو الخلاف الجوهري ما بين بايدن ونتنياهو، هم يعني يقدرون فعل السياسة والدبلوماسية وطريقة الإخراج والحنكة رغم اتفاق الأهداف. وبالتالي أنا ظني الشخصي أنها كثير من الميديا الامريكيه تتعامل مع حماس بوصفها اما جماعه اخوان المسلمين مصر او حزب سياسي، او يعني هم لا يفهمون خصوصيه وطبيعه هذه الحركه التي هي وان كانت تنتمي فكريا او اسست فكريا على اسس من المبادئ المنتميه لجماعه الاخوان المسلمين، لكنها مستقله تماما في حركتها، رئيسها يعني لديه عقليه أفضل وأعظم من أكبر العقول الاستراتيجية التي درست إسرائيل في مصر، ربما تذكرنا بالجسمي الجمسي والشاذلي وهؤلاء القادة الأفذاذ الذين قادوا حرب أكتوبر. وبالتالي يعني هذا الرجل يعني إذا كنت تحبه أو تكرهه، كما أن نتنياهو سياسي قوي ماهر بالمعنى السياسي حتى لو كان مخادعا أو كاذب، لكنه رجل لديه قدرة كبيرة على المناورة، مثلما كان شارون قائدا عسكريا في الميدان رغم إجرامه وصح بثورة الدفرسوار قويا كذلك، حب السنوار أو تكرهه، لكن رجل صاحب عقلية فذة، ومن المهم أن يكون هناك دائما
التواصل معه ومحاولة دراسة سلوكياته وأفكاره كما هو فعل مع الإسرائيليين، واستطاع أن يربكهم. لم يكن هناك أي حالة تسبب انقسام في الداخل الإسرائيلي بعد قضية المحاكم العليا إلا ما فعله السنوار وما يفعله بهم في التلاعب النفسي بتلك الفيديوهات أو فيديوهات الأسرى أو ما إلى ذلك. وبالتالي أنا ظني الشخصي أن هناك نوع من أنواع التجويد من الميديا الأمريكية في محاولة فهم حماس وإسقاط بعض تصرفات أو سلوكيات الحركات أو الأحزاب التقليدية في العالم العربي على سلوكياتها، دون أخذ في الاعتبار إلا قليلون في القادة الإسرائيليين القدامى الذين فهمون الطبيعة الأيديولوجية والطبيعة الإيمانية والدينية، فضلا عن فكرة الطبيعة النضالية، لأن كثير منهم يعترف أن هذا احتلال أو أن يعني هذا أمر واقع، وبالتالي هم يفهمون أنهم يتعاملون مع حركة مقاومة ليست حزب سياسي. يعني حماس حاولت أن تشترك في السياسة، تم إقصائها، فرض عليها الحصار 17 عام، فرجعت كاملة إلى المقاومة. هم سياسيين محنكين لكنهم ليسوا ذو طبيعة تكنوقراطية قائمة على فكرة التنازل من أجل. لما نتكلم عن السياسيين المحنكين عبد الرحمن، خليني أرجع للسفير معتز زهران اللي هعتبر أنه تقرير أكسيوس ده الحقيقة بيقدح فيه وبيقدح في السياسة المصرية. يعني احنا تعودنا على النظام المصري عنده مصدر رفيع المستوى دايما بيطلعه من الدرج عشان ينفي أي أخبار بتصدر هنا أو هناك، هم مش عايزين يعلقوا عليها، ويمكن اتناقشنا مع بعض عن الموضوع ده. هو تقرير أكسيوس ده ألا يستدعي تحرك دبلوماسي سواء من السفير معتز زهران نفسه للرد، أو من الهيئة العامة للاستعلامات، أو من الخارجية، أو من أي منبر إعلامي في مصر؟ أنا ظني الشخصي أن الصواب أن يتم فعل هذا، ولكن لذلك كما قلت لك أكسيوس هي ربما الأكثر مهنية فيهم. فكرة تواصل السفير مع النواب أو ما إلى ذلك هذا أمر طبيعي لكل السفراء، لكن التقرير يسبب إحراج كبير لأنه أشار إلى لهجة فيها نوع من أنواع التعنيف، لهجة فيها نوع من أنواع الوصاية، فضلا عن أن الرد فيه قدر من الدفاعية وليس يعني رد فيه هجوم مضاد وتذكير الأمريكيين بما فعلوا من مساندة لتلك الإبادة الجماعية أو مساندة لإسرائيل في تمويل بسلاح ومال يعني دون أي اعتبار للشركاء الآخرين وما إلى ذلك أو الشعوب العربية، لم يقم بأي من هذه الردود، وبالتالي فيه إحراج. وبالتالي النظام المصري فكر بالطريقة الروتينية أو البيروقراطية، وهي فكرة التطنيش والكنس تحت السجادة حتى ينسى الناس ضمن خضم أحداث كثيرة متلاحقة تحدث يوميا. لكن دبلوماسيا طبعا بالطبع يجب أن يردوا، ويجب أن يكون للسفير هيبته ويعني نوع من أنواع يعني لا أريد الاحترام، هو شخص محترم وهو يعني رجل ذو سيرة طيبة، لكن أنا أتحدث عن الاحترام الدبلوماسي أو يعني تقدير الدولة التي تمثلها. فأنا ظني شخصي أن قرار الرد هو أكبر منه، لأنه في نهاية اليوم حتى لو كان سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية الذي ما بين قوسين يعد نظريا أهم سفير أو هكذا يعتقدون لمصر في الخارج، والذي غالبا ما يأتي وزير للخارجية، يعني معظم السفراء وزراء الخارجية المصريين جاءوا من بعد انتهاء أو خدموا في أن يكونوا سفراء لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في نهاية الأمر هو حتى الآن موظف كبير لا يستطيع أن يتخذ هكذا قرار إلا بالعودة إلى السيسي نفسه، ليس حتى سامح شكري. وللأسف السيسي يعني نحن نعلم للأسف الشديد هو قوي ومتجبر على شعبه، لكنه يعني خانع وذليل للآخرين، يعني يستجيب للضغوطات ولا يتعامل بتلك الندية والنبرة القوية مع التهديدات التي تواجه مصر أو يعني تقلص من مكانتها وحجمها. وبالتالي لا أظن أن السيسي سيرغب في الرد أو الدخول في مواجهة مع المشرعين الأمريكيين، على الرغم أنهم يعني كثير منهم يعني بالمعنى السياسي تافهين، يعني يمكن الرد عليهم بسهولة وليسوا بهذا القدر من الذكاء أو العلم. يعني أغلبهم إذا استمعت لهم بشكل منتظم أو إذا عشت فترة تتابع ما يقولونه أو ما يتبنه من قضايا، ستجد أن الأغلبية العظمى منهم لا يختلفون عن أي مجلس نواب في العالم يكثر فيه الغث ويقود الثمين فيه عدد محدود من الأعضاء الذين يقولون المجلس بأكمله، وبالتالي هم ليسوا بهذه القوة لرد عليهم، وهم ليسوا بهذه الأهمية كما الناس يعتقدون، فقط هناك هالة كبيرة حولهم، وبالطبع يأخذون جزء من قوتهم من انتمائهم للولايات المتحدة الأمريكية التي هي بالفعل دولة قوية
لكن في نهاية الأمر هناك خطوط حمراء يجب أن تكون موجودة لجميع الدبلوماسيات، ويجب أن يكون هناك إخراج ذكي يحفظ لكل دبلوماسية كل دولة مكانتها أو خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. لكن للأسف يعني السفير اختار أن يكون موقفه دفاعيا، وكأن لديهم الحق في أن يوبخونه أو أن يوجهون له هكذا يعني انتقادات أو تصريحات. شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر سكايب من واشنطن.